أنا صف ثالث، هاي أنا سكن هنا بيغيبش، هاي مدرسة خيبوها الدواعش، وهذاك هناك مدرستنا يقصف عليها قريب زادي، يوم نصير قصف ما أروح، بس يوم من هناك وأنا بالمدرسة يوم يجي يضربون هم يحيون على البيت، وأني على البيت، أحب أوقف هاي قصف وأكمل دراستي، أصير أستاذ، أمي وأبوي أستاذية. أمي وأبوي أستاذية ودي أصير أستاذ. شنو بدي أدرس؟ تصير أستاذ. إذا يوقف القصف أصير أستاذ وأكمل دراستي. أخاف إنها تنقصف أني بيها. أخاف إنها وأنا قاعد أمشي بيها تنقصف تتهدم علي. أخاف زادين أبطل دراستي. كنت بين مهد. عمري يعني شي سنة بين. ساعي صغير كانت أم أبويا كانت تهزني بهزاز وسع توفت. أنا من هنا أشوف المدرسة هاي شلون وسع مدرستي قاعد يقصفون بسدها، خايف اثنين قصف هي زادي. أطلب ما يعاملهم يقطعون هذول الدواعش من هنا جدا عشان نرجع ندرس.